انا اليوم كمواطنين من طنجه كنتشكاو كاملين من الموضوع ديال الصابون والانتهاكات اللي كتقوم بها شركه سوماجيك في طنجه. اليوم تم القاء القبض على واحد الاخ ديالنا اللي هو عمر لشناش بدون اي واجب حق. السيد كان واقف عادي في يدو السارو في يدو ولا في يدو شي مفتاح ديال اللي يفتح به الصابون. جات الشرطه بعينه ولقات القبض عليه بدون اي واجب حق. نعاودوا نقولوها الان هو راه الاشاره راه الاعتقال والحراسه النظريه. حنا امام الولايه الامن كننتظروا انه يخرج ومازال ما كاين حتى رد فعل من عند السلطات ولا من عند الشركه ديال سوماجيك اللي كنتسناو شي حد فيهم يحضر ما حضرش. الاخوان معنا كما كتشوفوا كلشي كيتضرر من سوماجيك ومن انتهاكات ديال السيارات ديالهم اللي كتمنعهم من التجول وكتحبسهم على قضاء الاشغال ديالهم. اللي كنطالبوا من السكينه اولا من السلطات المعنيه في المدينه انها تدخل وتسرع في اتخاذ قرارات ديالها تجاه هذه الشركه اللي كتنتهى الحقوق ديالنا وكتقوم بالحصه السيارات ديالنا بدون اي واجب حق كما كنقولوا دائما. كما كتعرفوا مجموعه من المواطنين كيتضروا من الصابو اللي كديروا العجلات في العجلات المواطنين الشركه ديال سوماجيك باركينغ. هاد الممارسات اللي هي لا قانونيه كنعتبروها بما انه كان صدر حكم ابتدائي من المحكمه الاداريه بالرباط تايد بحكم استئنافي المحكمه الاداريه الاستئناف الرباط وكذلك تم رفض الطعن. فبالتالي ان اي واحد كيدير الصابو للسيارات المواطنين هذا عمل غير قانوني. فاحنا كنستنكروا وكنشجبوا متابعه وترهيب وتخويف ديال المواطنين غير حقاش انهم احتجوا على وضع الصابو لانه لا يستند الى اي اساس قانوني. هذا ما كاين، كاين كذلك كنستنكروا الممارسات اللا اخلاقيه ولا بعمر اللا قانونيه اللي كديروا عمال شركه سوماجيك. يعني بالتالي حتى الا كان شي واحد غيقيد حريه التنقل ديال المواطنين اللي هو حق دستوري كخصو يكون على الاقل من الشرطه الاداريه. كاين ناس كيجيو بجيليات ما كنعرفوهمش حنا وكيبدا يدير معك ممارسات ديال الشرطه، مره اخرى كما كيقولوا شهود عيان وعينوا الواقع طردوا مواطن ووقفوا في وسط الشارع العام. مره اخرى كذلك السيد واحد المستخدم ديال الشركه طلع فوق الترطوار وباغي يدخل كيحاول يدهس المواطنين كما قالوا تقدمت شكايه على حد علمنا في الصباح وكاين فيديو كيوثق الحاله وعنده شهاده طبيه 25 يوم. حنا كنستنكروا هذه الممارسات وخصنا شي حل عاجل من السلطات المختصه تحت البيان التوضيحي ديال الجماعه اللي كنخرج هذه الايام غفل تماما الهضره على الصابو لانهم عارفين بانه غير قانوني. فبالتالي لا ما فهمتش انا هذا السيد اللي تشد اليوم ولا الناس اللي كيتحقق معاهم علاش كيتشد؟ راه لا عقوبه لا جريمه ولا عقوبه الا بنص. ما يمكنش انت تتابع شي حد بدون ما كاينش هذا كيضرب مبدا المشروعيه في مقتل. فبالتالي حتى الا كانت اتاوه يمكن تفرض على المواطنين هذا الشيء هذا كيدخل في الاقتصاد ديال البرلمان وفق الفصل 71 من الدستور. ما يمكنش اي واحد يجي هكذا ويفرض اتاوه ولا رسم على المواطنين.